دائما ما تكون بمكان عام او سفره او حفله او وين ما كان وخلص عليك الشحن، ما التليفون مالتك او جهازك. فهنا بهاي اللحظه اجت فائده الباور بانك اللي هي البنوك الطاقه. وبنوك الطاقه اكو هواي انواع واشكال واحجام، تبدي من 5000 ملي امبير و2000 ملي امبير قبل الحال 30000 40000 ملي امبير طبعا. واني بحياتي استعملت هواي بنوك طاقه، طبعا هواي اشكال والوان، هذا من سامسونج 10000 ملي امبير، وهذا من ماركة هم ما أعرفها يعني، ها هذا هاما ماركة معروفة كلش هم، وهنا أنا ماركة ما أعرفها، هنا أنا أكوي. طبعا أكوي هاي الماركة هسه دي يسوون عنها هواي يوتيوبر عن هاي الماركة، ما أنصح بها أبد فدي يروجوا لها. فهذا أسوأ بنك طاقة أنا استعملته بحياتي. هذا الباور بنك طبعا بالفترة الأخيرة كان مرافقني بكل حياتي، بالسفر وبكل شيء. طبعا أيام ما كنا نسافر الحياة كانت عادية وكنا نسافر ونتونس، تذكرون هاي الأيام كنا نركب طيارة ونسافر حياة كانت الحياة حلوة. هذا كان وياه بكل مكان. طبعا طبعا بنسافر ويكند 3 أيام، وخلال هاي الـ3 أيام أبد ما أحتاج أني أستعمل كهرباء الفندق طبعا، فكان يشحن الآيباد اللابتوب مالتي تليفوناتي خلال 3 أيام 27000 ملي أمبير، فكان مرافقني بكل حياتي باثنين USB-C واثنين USB تايب A العاديات طبعا، فهم يشحن شحن زين كل زين حد 18 واط. وهنا عندنا 2 كيبلات USB طبعا مثل ما تشوفون، فإذا عندك شغلات سريعة تريد تشحنها تليفونك آيباد بس الشكلة، ف كان فايدني بكل حياتي تقريبا هذا الشيء. حتى مرات بالبيت مثلا انا قاعد على القلبه على السوفه مالي وهس اروح اشحن الكهرباء تليفوني خلاص شحنه، هذا الشيء بصفي يكون يشحن لي تليفوني. خلينا نخلي ذني كلهن على صفحه الباور بانك واحكي لكم عن اخر تجربه الي ويا افضل منتج. طبعا صار لي 6 أشهر استعمله هذا المنتج، طبعا اشتريته ببلاك فرايداي. طبعا هو مو كلش رخيص، اللي هو زندور سوبر تانك. خلينا نفتح العلبه. طبعا أنا فاتحها العلبة حتى مشقوقة مثل ما تشوفون، وصار لي فترة استعملها، صار لي 6 أشهر طبعا بلاك فرايداي اشتريته، فمنتج كلش حلو. طبعا أنا المنتج لازم استعمله على مود احكي عنه وانقل تجربتي الصحيحة. خلينا نشوف الزندور سوبر تانك. مثل ما تشوفون هذا هو عبارة عن جنطة، تحسها من جنطة مال سفر طبعا، فهو مصمم على شكل جنطة مال سفر على مود تحس انك تسافر وكل شيء. نفس الشيء اكو جنطة بهذا التصميم طبعا، شيء كلش حلو. شنو هو الزندور سوبر تانك؟ طبعا هو عبارة عن باور بانك مصنع بجودات عالية من الألمنيوم مثل ما تشوفون، ويحتوي على 26000 ملي أمبير طبعا شحن دليفري، يعني يعطي الطاقة يشحن أجهزتنا. عندنا 2 USB تايب عادي، واحد 18 واط وواحد 15 واط، وهذا كلش حلو يشحن أجهزتنا. وعندنا واحد 60 واط يشحن الأجهزة 60 واط، يعني إذا عندك آيباد ماك بوك أي شيء. وعندنا واحد 100 واط، الحد 100 واط يشحن سرعة شحن، فإذا تتخيلون السرعات ويشحن 4 أجهزة بنفس الوقت. فأنا بحالتي مثلا من تسافر وعندك ماك بوك وعندك آيباد وعندك آيفون وهاي الأجهزة تريد تشحنها، فهذا يشحنها بكل سهولة، الحد 4 أجهزة يشحن بنفس الوقت. وطبعا هو 26000 ملي امبير، واليوم التليفونات اللي موجوده او الهواتف اللي موجوده بالسوق 4000 3500، هسه الايفون مالتي 3000 3500 ملي امب، ما متاكد بالضبط، فيشحن لي 7 إلى 8 مرات تقريبا، يعني من يخلص الشحنه يفضى يشحن لي. وهنا عندنا شاشه صغيره طبعا يقول لنا ايش قد بي شحن، طبعا هنا مشحون 100% لان انا شاحنه، فيقول لنا ايش قد بي شحن. كلش حلوه هاي الشاشه، وايش قد يبقى بالشحن مثلا 50% 40%، هي شاشه صغيره اوليد فيتنطيك. فاحنا خلينا نسوي تجربه فعليه ونشوف كم جهاز نقدر نشحن. فعندنا ايفون 12 برو ماكس، وعندنا سامسونج اس 20 الترا، وعندنا ايباد برو، وطبعا ما عندي ماك بوك، طبعا ما عندي لابتوب بالوقت الحالي، فلح نجرب جهاز ثالث تابلت هم من سامسونج. فخلنا نشحن هاي الاجهزه كلها بنفس الوقت ونشوف يشحنها هذا كلهن بنفس الوقت لو لا. خلينا نجيب كيبلات لهاي العده. فاول شيء عندنا جهاز الايفون، خلينا نشحنه نشوف نقدر نشحنه لو لا. طبعا اكيد راح نقدر نشحنه، فاحنا نريد نشوف. طبعا راح نستعمل 60 واط، هوايه بالنسبه الى 60 واط، فما عندي تايب سي بس، يعني لو عندي الكيبل عادي ابو 18 واط يعني تايب اي كان جربته، فما عندي اقل. 60 واط هوايه بالنسبه للايفون، هو يحتاج له 20 25 واط تقريبا اتصور. هنا نشغل الجهاز، عندنا بدا الايفون يشحن، هذا اول جهاز. طبعا لازم تدوس على الزرار، هنا عندنا زرار صغير فعلي تدوس عليه عمود الشغل. نريد نشغل جهاز الاخ مثلا سامسونج اس 20 الترا،
تقريبا يا هو هذا يحتاج اكثر باور ديليفري، عندنا 18 واط نستخدمه بال 18 واط. نحاول نشحن السامسونج، سامسونج مالتنا راسا بدا يشحن، فهذا الجهاز الثاني دا نشحن. الجهاز الثالث خلينا نشحن مثلا السامسونج التيب، هنا عندنا 15 واط. طبعا عندي هذا التابلت مال ابني كسره قبل يومين وقال لي بابا بعد لا تشتري لي، ما اريد، قام يبكي خطيه. بدا السامسونج عندنا يشحن مثل ما تشوفون، اول ما نخليه بدا بالشحن. واخر شيء الايباد برو، خلينا نخلي تايب سي على تايب سي. هنا عندنا طبعا استخدمنا ال 100 واط، بدا الايباد يشحن مثل ما تشوفون. طبعا الايباد 40%، نجرب مرة اللخ، خلاص بدا يشحن الايباد. الاربع اجهزه بدها تشحن. طبعا اذا عندك ماك بوك، يعني ماك بوك او اي لابتوب عندك يعني بحياتك اليوميه، تقدر تشحنهن. طبعا تقدر تشحنها بنفس الوقت، تشحن اربع اجهزه بنفس الوقت. عندنا الاجهزه كلها بدها تشحن ما شاء الله، يعني شيء كلش حلو، كلها ببنك طاقه واحد، وهنا البنك طاقه يقول لك ايش قد باقي بيه بالمية. فطبعا ذني كلهن يشحنهن كامل والبنك الطاقه ما خلصان. طبعا هنا صارت هوسه مال الاجهزه. فجهاز كلش حلو مثل ما قلت لك، اذا عندك لابتوب تقدر تشحنه بنفس الوقت، وجهاز كلش حلو. فخلينا نشيل هاي الهوسه من هنا. اوكي 26000 ملي امبير على مود تشحنها، رايد لك شحن سريع. وزندور طبعا مشهوره عندها هوايه هوايه منتجات مثل هذا المنتج، عندك اقل وعندك اعلى من عند هاي الفئه، وعندهم مكتبه طبعا كلش كبيره مليانه مليانه منتجات اكبر من هذا الحجم واصغر طبعا حسب احتياج الشخص، انت شنو احتياجاتك فتاخذ حسب احتياجاتك. طبعا 26000 ملي امبير على مود تشحنها، رايد لك شحن سريع، وزندور تصنع شحن سريع. هذا هو، خلينا نفتحه، أنا فاتحة هم أيضا، شيء كلش حلو، نفس التصميم نفس اللون، طبعا نفسه أكو لون أسود إذا تحب، وهذا اللون الرصاصي. فهذا هو المنتج، شاحن هو مثل ما تشوفون. عندنا 3 USB Type A زين زين بلس، وواحد USB Power Delivery الحد 45 واط. طبعا أكو أعلى من عند الحد 60 واط والحد 100 واط يشحن. فهذا بحدث طبعا سعره 35 دولار على مود. هنا عندنا الكهرباء الأمريكي، وهنا بالباكيت عندنا اكثر من كهرباء. ف عندنا هذا الكهرباء ما اعرف مال يد، هذا مال انجلترا اتصور، وعندنا خلينا نطلع الكهرباء السويسري، موجود بس بسويسرا هذا الكهرباء. ف انا خليته بالباكيت طبعا استعمله من زمان، فكل ما عليك بدك تجي تخلي الكهرباء وخلص. على مود نشحنه تايب سي على تايب سي، ونشحنه بسرعات عاليه عم ما نطول، مثل ما قلت لكم 26000 ملي امبير على مود تشحنها. اذا تشحنها بشاحن عادي راح يطول عندك هوايه، فلازم شحن سريع على مود تشحن هذا المنتج. فشي متوافق، شي كلش حلو، مثل ما قلت لكم اكو الوان واشكال كلش حلوه. وهذا طبعا بنفس الوقت كنت اتمنى يكون شاحن صغير، طبعا يكون باور ديليفري، يكون يعني داخله بطاريات. اكو شركات تصنع داخل هذا المنتج بطاريه بنفس الوقت تشيلها من الكهرباء وتشحن اي جهاز، تكون 4000 او 10000 ملي امبير. كان شيء حلو من زندور، بس هو سعره 35 دولار، اذا يخلون به بطاريه طبعا راح يصير اغلى، وهو شاحن سريع طبعا يكلف، هاي الامور تكلف. منتج كلش حلو، منتجات كلش حلوه من زندور. طبعا هذا سعره 150 دولار بالوقت الحالي، انا اخذته بلاك فرايداي خصم عليه، صار 6 اشهر دا استخدمه، اخذته ب 99 دولار، يعني فرق 50 دولار. وهسه بالوقت الحالي هو سعره 150 دولار او اكثر، يعني 160 حسب المكان اللي انت عايش به والضريبه والبلد. اذا عجبكم هذا الفيديو وصلت لنهايه الفيديو، اتمنى منكم يعني تكتبوا لنا بالتعليقات شنو رايكم بهاي المنتجات، شاركونا ارائكم، واذا شفتوا هذا المنتج غالي او لا، يستحق سعره او لا، وهل هو مفيد؟ اريد اعرف ارائكم بالتعليقات. اذا وصلت لهي النقطه بالفيديو، اتمنى منكم تشتركون بالقناه وتسوون اعجاب للفيديو وتفعلون زر الجرس، يعني اذا ما مفعليه على مود تشوفون الفيديوهات الجايه وتشوفون الفيديوهات السابقة، هم يعني فيديوهات كلش حلوة ومفيدة. نشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.